أهلا بكم. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة مهرجان البحرين أولا 2014 ميلادية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، وذلك عصر اليوم باستاد البحرين الوطني. فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث قوبل جلالته بالترحيب والهتاف من قبل المشاركين بالمهرجان والذين قدر عددهم بحوالي 30,000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة. وقد بدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم آيات بينات من القرآن الكريم تلاها الطالب أحمد حمدان من المعهد الديني. عاشت البحرين! عاشت البحرين! قولوا معاي عاش عاش بو سلمان! البحرين! فلنرحب بمقدم حضرة صاحب الجلالة ولنهتف بصوت عالي: عاش الملك! عاش الملك! عاش عاش بو سلمان! عاش عاش بو سلمان! بصوت أقوى: عاش عاش بو سلمان! أبو علم البحرين فوق: عاش عاش بو سلمان! عاش الملك! عاش الملك! عاشت البحرين! عاشت البحرين! اجتمعنا ها هنا في هذه التظاهرة الكبيرة يجمعنا حب الوطن والشوق إلى لقاء قائد المسيرة، فلنردد: عاش الملك! عاش الملك! صوت أعلى: عاش الملك! عاش الملك! اجتمعنا بالآلاف طلبة وطالبات، هيئات تعليمية، أولياء أمور، ومنتسبين لوزارة التربية والتعليم، لنعبر عما يجول في خواطرنا من مشاعر حب فياضة تعكسها فرحتنا الغامرة بهذه المناسبة العظيمة. فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً يا جلالة الملك. اهتفوا معاي: عاش الملك! عاش الملك! عاش عاش بو سلمان! صوت أقوى: عاشت البحرين! عاشت البحرين! في هذه الشاشة الصغيرة نرى جلالة الملك يصل إلى استاد البحرين الوطني، فلنرحب به جميعا ولنقل: أهلا أهلا بو سلمان! أهلا أهلا بو سلمان!
بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الأفاضل، الأبناء الأعزاء، أولياء الأمور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا الالتقاء بكم في هذا المهرجان الوطني السنوي الذي تعبرون فيه عن طيب مشاعركم النبيلة وإحساسكم الوطني المخلص وروح الأسرة البحرينية الواحدة، وهذا محل فخرنا واعتزازنا، مؤكدين لكم اهتمامنا ورعايتنا المستمرة للتعليم باعتبار ركيزة تقدمنا نحو المستقبل المشرق بإذن الله تعالى، مقدرين بكل الامتنان الدور التنويري للمعلمين والمعلمات الذين نهضوا دوماً بأعباء تربية الأجيال على حب المعرفة والعلم، وتأكيداً لاهتمامنا بالتعليم الإلكتروني وتعزيزاً لمشروعنا مدارس المستقبل، فقد وجهنا إلى البدء من العام الدراسي المقبل بتطبيق مشروع التمكين الرقمي في التعليم. كخطوة متقدمة بتوفير الأجهزة الإلكترونية الرقمية للطلبة والمزيد من التدريب التخصصي للمعلمين بما يسهم في بناء الخبرات الوطنية ودعم اقتصاد المعرفة. الأبناء الأعزاء، إنكم عدة المستقبل وعماده، لذلك نتطلع إلى أن تكرسوا الجهد للعمل الجاد لما فيه خيركم وخير بلدكم. وفقكم الله جميعاً من أجل البحرين وعزتها وازدهارها، ودمتم سالمين. شكراً شكراً أبو سلمان، قولوا معاي شكراً شكراً أبو سلمان. عاش الملك عاش الملك، صوتك وعاش الملك عاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بمزيد من التقدير والامتنان والاعتزاز، يسعدني أن أقف بين يدي جلالتكم في هذه اللحظة الرائعة لأعبر لجلالتكم الكريم عن أسمى معاني الشكر والعرفان، أصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسبي الوزارة وعن جميع الأبناء الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة ومعلميهم وأولياء أمورهم الكرام. على تفضل جلالتكم حفظكم الله برعاية هذا المهرجان الوطني البحرين أولاً في نسخته الثامنة، والذي يقام ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي منذ العام 1783، والذكرى 43 لانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، والذكرى 15 لتسلم جلالتكم مقاليد الحكم. هذا أصبح تشريف هذا المهرجان الطلابي الكبير بحضوركم الملكي السامي فخراً واعتزازاً لنا جميعاً، كما هو تعبير عما يكنه
أبنائكم لجلالتكم المفدى من مشاعر المحبة والولاء والوفاء لقيادتكم الحكيمة حفظكم الله. سيدي حضرة صاحب الجلالة، هذا المهرجان يستهدف تعزيز التلاحم الوطني بهذا الحضور المفعم بالمحبة، تجسيداً لشعار وطن يحتضن الجميع ضمن القيم التربوية التي تطلع بها وزارة التربية والتعليم وتحاول أن تغرسها بإذن الله تعالى في نفوس أبنائها الطلبة، حيث بلغت عدد هذه الأنشطة خلال الفصل الدراسي الحالي في المجال الرياضي 272 مسابقة فردية أو جماعية، كما بلغ عدد الفعاليات العلمية والثقافية والتربوية والأنشطة المعززة للمواطنة أكثر من 100 فعالية في هذا الفصل الدراسي. يضاف إلى ذلك أنشطة عديدة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة وتقبل الرأي الآخر، سيبلغ عددها بإذن الله تعالى 446 نشاطاً طوال هذا العام الدراسي. وقد أنجزت الوزارة مؤخراً بحثاً تمثل في عينة من الطلاب في كافة المراحل الدراسية لاستقصاء آرائهم حول هذه الأنشطة وتنمية المواطنة، حيث بيّنت نسبة 82 من هذه العينة بأنهم يؤكدون أن درجة استفادتهم منها عالية جداً في مجال تنمية الانتماء، وأجمع 91% منهم على أن الأنشطة المرتبطة بتنمية قيم الواجب قد كان لها تأثير عالياً في تعزيز قيم التحمل الفرد لمسؤوليته وتجاه الآخرين واتجاه الوطن. سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم، اسمحوا لي في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع من أسهم في دعم هذا المهرجان الطلابي وجميع القائمين على تنظيمه والمشاركين فيه، مؤكدين لكم بأن كافة مشاريع الوزارة التربوية تسير بخطوات ثابتة وفقاً لبرنامج زمني محدد لكافة المراحل التعليمية بفضل دعمكم ومساندتكم. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد لجلالتكم معاني الشكر والتقدير على هذه الرعاية السامية، مؤكداً أن الكلمات مهما اتسع مداها والخطبات والأقوال مهما سمت لغتها ليس بوسعها أن تستوعب كل معاني الوفاء لجلالتكم والعرفان بأفضالكم على هذا الوطن، حيث سنظل أوفياء دائماً وأبداً لقيادتكم الحكيمة مرددين بصوت واحد: عاش الملك، عاش الملك، في وطن يحتضن الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذت لها كم يوم في صدر شاعرها، واليوم تنشر لأبو سلمان حصرية: يا سيدي مرحبا بك وأهلا وسهلا، حضورك أكبر من الشعر ومعانيه، لو قالوا احتفلوا بعيد الوطن قلنا العيد شوفك وشوفك الاحتفالية. بقولها كلمتي وأنا أتحملها، والكلمة إن جات مني جات عفوية: يا سيدي من تحاكم موطن ودولة ولن ضمن القيادات الحكومية، يا سيدي عند دولة عز بالحالك على الوفاء والكرم والطيب مبنية، أرقى وحنا معك فيما تبي أرقى ضد الفتن والتآمر والكراهية، من يطمع بدارنا ما هو بطايلها الدار في ظل أبو سلمان محمية. صدق وعاش الملك، عاش الملك.
ثم تشرف الوزير بتقديم هدية تذكارية إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وهي عبارة عن عمل من إنتاج طلبة التعليم الفني والمهني. تلا ذلك تقديم أوبريت البحرين أرض المحبة والسلام، والذي تضمن 6 لوحات فنية، وهي الترحيب من كلمات الأستاذ حسن كمال، قلادة المجد من كلمة محمد الجلواح، بيرق البحرين من كلمة محمد الجلواح، الغزيل من كلمات عبد الله رمزان النعيمي، المحبة من كلمات علي الشرقاوي، البحرين من كلمات علي الشرقاوي، وفقرة الختام سفينة الخير وقائدها حمد. كما قام بتلحين الأوبريت الأستاذ جاسم الحربان، والذي عبرت كلماته عن معاني وروح الأسرة الواحدة في البحرين، كونها وطنا يحتضن أبنائه، كما تعبر عن معاني الولاء والمحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فقراتنا عن بلدنا البحرين، أرض المحبة والسلام، طويل العمر بتشوف فقرات كلها تأكد على المحبة، على أن احنا شعب واحد مو شعبين. وزيرتنا وحدة وقائدنا للمجد جلالتكم، والله يحفظك لنا، والله يحفظك لنا، والله يحفظك لنا، لأن احنا وايد وايد نحبك. قول معاي الله يحفظ جلالة الملك. الله يحفظ جلالة الملك. أعلى الله يحفظ جلالة الملك. الله يحفظ جلالة الملك. الله وسلامتكم. القلوب ملكتنا وحللت وسط قلوبنا، ملك القلوب ملكتنا وحللت وسط قلوبنا، ولما تجود من المكارم بالمحبة جئتنا، ملك القلوب ملكتنا. لوجدنا بيننا اليوم جنود حملوا الراية حفظا للعهود، ذاك حمال اللواء ذاك حمد. يا قايد زاد الحلا في بلادنا.
عشقال غزاين ما يباع ويشرى بنت الشموس أنوارها منتشرة شبه الصباح وكالبراد بعصرة تذهب ذهب بحريني ما هو بقشرة عشقال غزاين ما يباع ويشرب انت الشموس أنوارها منتشرة عشقال غزاين Say.